الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نطلق مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. الحملة موجودة في كل محافظات مصر، 27 محافظة، في خلال 100 يوم الجايين إن شاء الله، استغلالا لفترة الأعياد والأجازات والاحتفال بثورة 30 يونيو إن شاء الله. في خلال الفترة دي هيتم تغطية خدمات صحية، سواء المبادرات الرئاسية الحالية أو المبادرات الرئاسية المستدامة أو المستحدثة، من خلال تواجدنا على الأرض قرب كل مواطن، بل قرب كل منزل في كل قرية وفي كل كفر وفي كل نجع. إذن هذه المبادرة هتحقق إن شاء الله في خلال 100 يوم تقريبا تكثيف في كل الأنشطة التي تولتها وزارة الصحة والسكان منذ 2014 إلى الآن، ولكن بتكثيف وتواجد على الأرض بجوار كل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. دور الحملة كبير جدا، احنا بنشكر سيادة الرئيس على الحملة لانها هتساعد في حاجات كتير، هتساعد ان احنا نحمي ناس كتير من امراض، شغالين على صحة المرأة كتير جدا وعلى صحة الطفل المولود جديد، بناخد نكشف ضعف سمع، بنشوف لحد 28 يوم، بنكشف برضو على الامراض الوراثية، الامراض المنقولة، الامراض النفسية، برضو بنكشف على كبار السن، بنشوف امراض الاعتلال الكلوي، بنشوف امراض كتير جدا بنعالجها وبنكتشفها مبكر جدا عشان نلحق نعالجها بدري. الدولة بتبذل مجهود جامد جدا علشان صحة مش هقول المريض في البداية، صحته من قبل ما يبقى مريض، يعني هو احنا دلوقتي بناخده من اول ما بيبقى طفل من الأمراض، أول ما بيتولد بنستقبله، بنقيس السمع طبعا، بنشوف الأمراض الوراثية، بنديله التطعيمات بتاعته اللازمة علشان وقاية لأي فيروس أو أي ميكروب أو أي حاجة. بعد كده بنخش بقى في أمراض التغذية، الأمراض الوراثية بتاعته بنكتشفها بدري بحيث إن هو يتعالج بدري، ما يبقاش وصل لمرحلة خطيرة أو مرحلة متأخرة. احنا كسكوتر أو كنوع المركبة اللي احنا ركبناها، الفكرة كلها إن احنا بنقدم خدمة طارئة في الأماكن اللي فيها زحامات مرورية، منتشرين طبعا في كل الاماكن اللي فيها زحامات مروريه، بحيث ان احنا نقدم خدمه طارئه لحين وصول الدعم. طبعا احنا دورنا بنوصل للمكان اللي فيه الحاله الطارئه دي، بنعمل ترياج او تصنيف للحالات اذا كانوا اكتر من حاله، بنحاول نقدم الخدمه الطبيه الطارئه في المكان نفسه لحين وصول الدعم، طبعا اللي هي سيارات الاسعاف الكبيره عشان تبدا بنقل الحالات المصابين والحالات المرضيه للمستشفيات.